وللوقوف أكثر على مشهد حرائق الغابات في عدد من الولايات التركية وأسبابها وتداعياتها، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. أهلا بك معنا سيد فراس. حياكم الله، مرحبا. أهلا بك سيد فراس. يعني في ظل استمرار جهود رجال الإطفاء لإخماد حرائق الغابات، وزير البيئة التركي صرح بأن 808 مواطنين تعافوا من آثار هذه الحرائق، لكن السؤال هنا عن الآثار المادية الأخرى والحالة المعنوية لدى الشعب التركي، هل تعافى منها بالفعل؟ طبعا يعني أولا نترحم على الذين ذهبوا ضحية لهذا الحريق وهذه الخسائر، أيضا أصحاب المناطق هناك. لكن يعني الشعب التركي متعود حقيقة على كما يقال يعني على الصدمات، إن كانت في الداخل أو في الخارج، وهذا أيضا في النهاية يجب أن نتقبله في شيئين، إما إن كان قضاء وقدرا أو إذا كان هناك فعل فاعل، إذا نحن في حرب مستمرة مع إرهابيين يريدون، أو ربما مخططات أكبر من إرهابيين، إذا هناك جدال، مجاهدة، قتال حتى الرمق الأخير. لكن هناك شيء مهم جدا في هذه القضية، هو تلاحم الحكومة مع الشعب في هذه القضية. ولذلك أيضا الوزير بكير ديميرلي صرح بأن سيكون هناك تعويضات لكل هذا التلف الذي حصل. نحن نتكلم على أكثر من 15,000 دنم من مساحات زراعية، نتكلم على قرابة 28,000 من الدواجن، أكثر من تقريبا 3,000 رأس ماشية من غنم وأبقار وخيول، أرقام حقيقة كثيرة، بيوت، سيارات، يعني حقيقة أرقام ليست بالسهلة، كلها سيتم تعويضها، لكن أظن تحتاج إلى بعض الوقت. لكن أن نقول بأن هذه الصدمة ستمر بسرعة، لا أظن. الذي خسر داره أو أراضيه أو حتى ماشيته، أو هذا يحتاج إلى بعض الوقت، لكن الحياة تستمر، وكما يقال في التركي هنا أن العمل مستمر ولا مجال للتوقف. نعم. الآن إلى أي مدى يعني بات واضحا بالنسبة للحكومة التركية وللشعب التركي بالتالي بأن هذه الحرائق لربما تكون مفتعلة؟ الحقيقة هذا كان نقاش كبير جدا في داخل الإعلام هنا في تركيا. هناك فريقان، الفريق الأول الذي تحدث عن التنسيق في مناطق، في بداية الحرائق التي بدأت في 4 مناطق، وهذا يعني يثير الانتباه، وبعد ذلك في التوقيت الذي تهب فيه الرياح وبعض المواد، وبعض الشهود العيان الذين تكلموا عن أشخاص فروا بعد هبوب النيران في بعض المناطق. أيضا هناك بعض الأنباء التي جاءت عن وسائل أمنية، لكن في البداية كانت هذه الأمور التي مسلط عليها بشكل كبير. بعد ذلك خرج بعض المحترفون لنقل في مسألة، أو المختصون عفوا في مسألة القضايا البيئية، الذين تكلموا عن أن هناك حصل شيء ليس بشكل عام متواجد في تلك المنطقة في الجنوب الغربي في تركيا، أي ارتفاع درجة الحرارة إلى ما فوق 40، هبوط نسبة الرطوبة إلى أقل من 8، وهذا سيشعل حرائق أيضا. وهناك آخرون يقولون أن هذا هذه التي أثبتت النظرية الثالثة، التي تقول ليس يعني تنظيما إرهابيا يستطيع أن يقرأ كل هذه الأرصاد الجوية وهذه التقنيات، تحتاج إلى ربما أجهزة خلفا منه لإعلامه بهذه القضايا. هنا إذن سيناريو، أظن أن الموضوع يتكلمون حول أن هناك من يستخدم البيكاكا أو من يستخدم عناصر إرهابية لضرب الموسم السياحي في تركيا، لزيادة الأزمة الاقتصادية في تركيا، وهذا الآن ربما هو لنقل أكثر من 70% الميول في هذا الاتجاه. هناك 30% يقول أن يعني الجو غير طبيعي الذي كان هناك نتيجة الحرارة المرتفعة ربما هي التي تسبب، لأنها أيضا في اليونان في كثير من المناطق، ليس فقط في تلك المنطقة. بالنسبة للشارع التركي، إلى أي احتمالية أو إلى أي فرضية يميل الآن؟ بمناسبة الشارع التركي الذي سنعود إلى النظرية 70%، لأن في نفس الوقت الذي حصلت فيه حرائق
خرجت كثير من المواقع أو لنقل التدوينات التي بدأت تتكلم عن تغيير الحكومة، عن وجود العسكر، عن وعن لإثارة البلبلة. ثم خلال يومين تغيرت هذه الأسماء أو أسماء وهمية شكلت خلال يومين. نعم، وهذا أظن هذا يعطيك انطباعا على أن هناك تكتيكا معينا كبيرا أكبر من منظمة، لذلك هنا بدأ الانقسام في الشارع. هناك من يعتقد أن، حتى أنا سمعت بعضهم يقول أن الحكومة تطفئ المناطق التي صوتت لها في الانتخابات والتي لم تصوت لها لا تطفئها. إلى هذا الحد يعني بدأ النقاش الحقيقة الغير عقلاني طبعا. لكن الموضوع فيه محاولة لضرب تركيا لمدى طويل. عندما نتكلم عن حرائق ليس فقط ضرب الموسم السياحي هذه السنة، ربما يتحسن العام القادم، لكن عندما نتكلم عن آلاف الهكتارات التي لم تحصل خلال 15 سنة السابقة في نسبة هذه الحرائق الكبيرة، يعني أن هناك ضرر يحتاج إلى عدة سنوات لتلافي هذا. ولكن كان هناك تصريح أعتقد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنية الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية بتشجير جميع أو بإعادة تشجير جميع هذه المساحات المحترقة. أنا أظن هذا سيتعلق في قراءة العلماء المتخصصون في البيئة، لأن بعضهم قال يجب أن تترك بعض المناطق بشكل عام التي احترقت إلى مدة عام كامل لا تمس، حتى البيئة تعيد تجديد نفسها، وهذا ما طلبوا. وبعضهم أيضا اقترح إنشاء بعض الجدران في بعض المناطق من أجل إذا حصل حريق أو ما شابه ذلك يمنع التواصل إلى مناطق أخرى مثلا في هذا السياق. أظن أن هنا سيبقى التقرير لخبراء البيئة، ولأن تركيا تقريبا خلال الحكومة اللي نتكلم عن عدالة التنمية خلال العشر سنوات الماضية شجرت أكثر من 6 ملايين شجرة، يعني إذن هي قادرة أظن أن تفعل ذلك في المناطق التي يحدد لها للتشجير. نعود إلى يعني تصريح أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه توعد بملاحقة الفاعلين. ما الذي يمكن توقعه يعني من إجراءات خلال الأيام المقبلة، بعد خاصة بعد على ما يبدو أن يعني الحكومة التركية كشفت بعض خيوط الجريمة مبدئيا؟ المشكلة هنا أظن فيها عدة نقاط مهمة ربما لم تذكر في الإعلام. النقطة الأولى، إذا كان من فعل هؤلاء يجب الكشف عن هذه الخلايا أين موجودة وارتباطها في الخارج أو ارتباطها مع البيكاكا حصرا أم مع خارج البيكاكا أو العمال الكردستاني أو ما شابه ذلك. النقطة الثانية وهي التي هي تشغل البال أيضا، هناك بعض الشهود العيان الذين تكلموا عن أطفال أو يعني لنقل غلمان بهذا العمر يعني أشعلوا بعض الحرائق، وهذه قضية خطيرة جدا. هل يتم استغلال أطفال في بعض النقاط؟ لأن هذا ما قيل في بعض المناطق في منافقات مثلا في تلك المنطقة، هذا أظن أيضا خطير جدا، يعني استخدام الأطفال في هذا في بعض المناطق لمنع الشبهة مثلا أو ما شابه ذلك. هنا أظن يجب التحريك، هنا أيضا يجب قراءة كيفية التسلل إلى هذه المساحات الكبيرة التي تغلق. نحن نعلم أن لديهم بعض التواجد للحزب، بعض الأفراد في مولا في بعض المناطق في الجنوب في أنطاليا موجودون هم، يعني كيفية ملاحقتهم وإشابه ذلك هذا طبعا محتاج إلى خبير أمني ومشؤون أمني. لكن أظن هذه النقاط الثلاثة مهمة جدا، الارتباط التسلل وهذه الأطفال هذا لربما تكشفه كما ذكرت التحقيقات. نذهب هنا إلى موقف الجاليات العربية مما حدث في تركيا ويعني المواقف الداعمة لربما والمتعاطفة مع الشعب التركي، كيف رأيت هذه المواقف؟ وأيضا الشعب التركي كيف يرى هذه المواقف من الجاليات العربية؟ الموقف كان حقيقة مشرف، يعني كل الجاليات أبدت دعم بشكل كبير، وحتى أنا شخصيا اتصلوا فيني عدة أشخاص يريدون إنشاء يعني مجمعات خيرية أو احتفالات خيرية ليعود رعيها إلى المتضررين، ونحن حاليا نقوم في تنسيق هذا الأمر للعودة العائدات الخيرية أو لنقل العائدات المالية من بعض الكونسرنس أو الحفلات أو ما شابه ذلك لصالح المتضررين هناك. حتى جاءتني كثير من اتصالات أنا وبعض أصدقاء وعبر التواصل الاجتماعي ليس فقط من الجاليات، يعني حتى من شعوب كثيرة، من مصر جاءتني كثير رسائل، من المغرب، حتى من الجزائر، من حتى من طبعا من قطر، حتى يعني
لكن هذا كان ملفت للنظر حقيقة، الكم التعاطف الكبير الذي وصلنا من الشعوب هناك. هذا أظن مهم جدا، لأن في نهاية تركيا جزء من هذا العالم الإسلامي، والشعوب الإسلامية كلها متضامنة مع بعضها. هناك يحصل خلافات سياسية بين أنظمة هنا وهناك، وهذا ليس له علاقة في التعاطف لنقل يعني في الأمور الشعبية. ربما بالفترة الأخيرة كان هناك حملة تجييش من بعض الأطراف والأحزاب، يعني لربما المعارضة أو غيرها من يعني في تركيا ضد فئة معينة من العرب. لربما هذه المواقف المشرفة عكست الموقف الفعلي للعرب من القضية التركية. نعم، هذا حقيقي. المشكلة في الطرف، هناك طرف لنقل العلماني المتطرف وحتى القومي أيضا المتشدد في هذا السياق، بدأوا يأخذوا منحى حقيقة لا يبشر بالخير بسبب مناكفات سياسية. يعني هناك حتى اليوم كان هناك بحث في بعض البرامج على التلفزة التركية، هناك كانت ملاسنة بين ميرال أكشنار وأحد الملتزمين أي الكبار في السن، وهو يبدو أنه ملتزما يتبع لحزب الأحزاب الدينية، وحصل يعني ملاسنة كبيرة بينهما في الطريق حول هذه المسائل. يعني مسألة أن لماذا تنضمين إلى حزب الذي يعارض الأخوة الإسلامية، وإلى وأنت كنت مع نجم الدين أربكان في حكومته وإلى آخره. أظن هناك بعض التيارات تريد الاستفادة من نقاط هي المهاجرين الأفغان، المهاجرين السوريين، المهاجرين إلى آخره، من أجل الوصول إلى غايات سياسية. لكن هناك أيضا وعي كبير، يعني كل التجار، أنا لا أريد أن أطيل لكن الموضوع حقيقة مهم، التجار في الجنوب التركي يعني في هطاي، في عنتاب، في ديارباكر يدركون الاستثمارات المالية التي جاءتهم من قبل مثلا التجار الكبار السوريين وغيرهم. في إسطنبول السياحة العربية ربما هي الأقوى من السياحات الأخرى. البيع العقارات، تجد البيع العقارات إلى الجاليات العربية، كان سعوديين أو قطريين أو إماراتيين أو ما شابه ذلك، كلهم موجودين. طبعا بعض منهم ربما الإيرانيين. إذن هناك تواجد استثماري عربي قوي، وهذا أظن حتى المعارضة التي تريد أن تصل إلى الحكومة عندما تقف في موقف جاد أي في موقف مسؤول لن تستطيع أن تتهرب من هذه الأرقام الكبيرة. نعم. ولكن المناكفات السياسية للأسف تستغل مسألة اللاجئين أو المهاجرين أو مسألة القوميات في هذا السياق. نعم، إذن كنت ضيفنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أولو، شكرا جزيلا لك.